وانت روح حالك يلا.
عشان في ناس ناشرين اعلان في الجورنان عايزين مدرسة خصوصية لبنت صغيرة تعيش معاهم في الارياف. مظبوط؟ مظبوط. وبعت لهم علشان الوظيفة دي. مظبوط؟ مظبوط. انت عارفة ان حسيب الملجأ الشهر ده وعليا هانم هتستلم مطرحي. مظبوط؟ مظبوط. يعني عايزة تسيبيها منخوبة في الملجأ لوحدها. مظبوط؟ لا. ايوه. يبقى مع السلامة. هما وافقوا. جت هنا شحاتة، نظفناها وعلمناها وخليناها بقت مدرسة كمان، وفي الآخر عايزة تسيبنا. مظبوط؟ بعد 15 سنة يا نورة زهانم عايشاهم في الملجأ، ما خرجتش فيهم من الباب. مظبوط؟ خلاص مع السلامة، مفيش مكافأة علشانك. ما يضرش. الست اللي انت رايحه تشتغل عندها؟ ايوه، انا بعت لها جواب تبعت لي واحد يستناني على المحطه لحسنته. مظبوط مظبوط. دي باين عليها ست مبسوطه قوي اللي بتبعت تاخد مدرسه خصوصيه لبنتها، لاحق انها عايشه في الارياف. المهم مش كده، المهم ان انا هخرج اشوف دنيا تانيه غير الملجأ اللي عشت فيه. بس اياك على الله ما تطلعيش من مقرة تلاقي ضحضوره. اهو انا وبختي بقى. وحطمين عن اخبارك ولا خلاص هتنسي عبد العليا؟ العشرة ما تهونش علي، ولا عمري أنسى معروفك معي. هادي كده ليه يا بنت يا خضرة؟ لو انت بتاكل دورة ما تتحدثش معايا يا محروس، رجال مش قايمين. تعالي يا محروس انت الخضر. مفيش حاجة يا ست أمين، تعالى كده انت النوحيد. اتفضلي انزلي. اهلا وسهلا. اهلا بيك. تعبتي من المشوار؟ ابدا. طيب تعالي دقيقة واحدة اجيب الشنطة. لا 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 لا، تعالي انت، هما يطلعوها اوضتك. شوفي بقى، اول حاجه تطلعي تاخدي حمام وتغيري هدومك، وبعدين تنزلي ندردش على رواقه. حاضر. في وسط الخالة نقص ونس. البركة في بنتك طبعا. بنتي مين يا حسرة؟ أنا ترملت من زمان، لا بنت ولا ولد. أمال حضرتك؟ زي حضرتك، أنا أراعي البيت وأنت تراعي البنت. ووالدها؟ والدها محدش عارف إمتى يجي وإمتى يرحل. ووالدتها؟ عادي يا خضرة. دستورك يا ست.
نسبح؟ ايوه المدرسه. بون اريفيه. ميرسي. الله الله، انتوا هتقعدوا بقى ترطنوا بالفرنساوي ولا ايه؟ ابدا، دول كلمتين اتعلمتهم وبس. انت اسمك ايه؟ اسمي عديله. نو عادل. الله، طب ومال هو عديله وحش؟ وي وحش وحش وحش. افو. انا صابرين. صابرينا؟ ايوه. لا صابرين. زي الزرع ابو شوك اللي تحت في الجنينه. لا يا عديله، ده اسمه الصبير. الصبير. الصبر والصبير وصابرين كلهم اخوات. بلاش رغي بقى، ما تعطليهاش. يلا خليها تغير هدومها وانت كمان تغيري. اوضتك دي اللي على اليمين والحمام جنبها على طول. شكرا قوي. ابيانتو ماتمازيل. ابيانتو. وحياه سيد ابو خليل، انا اللي وضبت لك الاوضه وفرشتها بايدي. متشكره قوي يا خضرة. الله، وايه ده كمان؟ ده مكتب مسحور. حلو قوي. هما هنا بيولعوا بالشمع؟ لا بالكهرباء، انما بقى من غير علام، اصل باجور النور بنبطله في نص الليل، واللي عايز يسهر يولع الشموع. فهمتي؟ فهمت. اما دخلك البشكير بقى في الحمام، انا بالسعد والخير ان شاء الله. متشكره قوي يا خضرة. اناني روق، شيل طرفي الخزم وسجيني يا عيني وانجاني محبوب. فين ابو خليل مجد؟ اختاري ريحه 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 ريحه. اصل اتخضيت، سمعت هنا ممنوع تخش الناحيه دي لاي سبب من الاسباب. يا خبر، انا غلطت، متاسفه قوي. ما تزعليش مني، دي اوامر مربي. مربي مين؟ مربي رشدي صاحب البيت. يا بنت الدنيا واسعه بعيد عن هنا، تعالي خش الحمام. حاضر. وان كان هناك بعض الغموض يحيط بالقصر، وابو مربي صاحبه الذي يتحدث عنه الجميع بخوف ورعب. رغم غيابي إلا أنني سعيدة بعمل الجديد وتلميذاتي الصغيرة التي أحبها، وتمر بي أيام حلوة تكاد أن تمحو مرارة الماضي. وكيف لا أسعد وأنا أنعم الآن بالحرية التي حرمت منها طويلا، فما أروع حرية الإنسان. فما أروع حرية. ساعدك. تحب اندهلك حد من بندر او من بيت الرشايدة او من اتنين قريبين؟ قلتلك بعدي، دي جزعة بسيطة. اذا كانت جزعة بسيطة اركب حسانك وريني. ما مش معقول اسيبك في الحتة المقطوعة دي لما تركب حصانك قدامي وتتوك. وانت ايه اللي جابك في الحتة المقطوعة دي؟ مش خايفة؟ انا قلبي جامد ورجلي سليمة ومش راكبة حصان، والبيت كمان مش بعيد. طب مفيش بيت قريب من هنا غير بيت الرشايدة. ما هو بيتنا. بيتكم؟ قصدي بيت مراد بيه رشدي. وانا بشتغل عنده. بتشتغلي ايه؟ انا المدرسة الخصوصية بتاعت بنته. الله الله، انت هتحقق معايا؟ طيب شوفي لي عصاية ولا حاجة تسند عليها.
حاجتي بس، حاجتي اللي هتستحملك. ده انت عاوز لك يا دوب شجر. تقدر تسحبي مسرور لحد هنا؟ مسرور مين؟ ده صعبة شوية الحكاية دي. يبقى للضرورة أحكام. قصدك إيه؟ يعني عاوز تتعكز علي؟ أنت اللي عرضتي مساعدتك. وأنا ما تعودتش أسحب كلامي. مين ده؟ ده كلب مراد بيه. اسمعي، اصل لسه شايفه واحد زيه دلوقتي حالا. اصل مراد بيه رجع وبعتنا نجيب له حكيم المركز. اسمعي، هو وقع على رجله، رجله بتوجعه. انجزعت بعد عني. يبقى هو يا خبر اسود. صابرين. ايوه. اطلعي على اوضتك وخليكي فيها على طول. ليه؟ مراد بيه وصل. يبقى هو. تحسك يا محروس لا يسمعك. هو كده كمان يطب على غفله.
امال هو كان سايب الحصان في البندر ليه؟ مش لاجل منين ما يطوب يلقى ركوبه وتتدردك الدنيا على راسنا. حاجتك يا سيدي بخليك تفوت الايام دي على خير. قولي لي يا خضر، هو مين اللي ساكن في الدور الفوقاني؟ اللي ساكنه بسم الله الرحمن الرحيم، اختفي ده كلامنا خفيف عليهم. اكلمها ازاي؟ تندهلها انت؟ ايه؟ ايوه. ليه؟ عشان اديلها الدرس. درس ايه؟ هي دلوقتي في الهديه اللي في الشنطه. تعالي اقعدي. طب ما يديلها الهديه ونخلص. ما تقدرش تدخله. طب ادخلي لي انت. انا ما اقدرش. طب ادخل انا. هنا دايما ده اللي ناقص. الله، قد كده الحكايه ملعبيكي قوي. هو كده ما يضرش. نقعد نستنى. مربيه هيقابلك الليله الساعه 8 في المكتبه. انا ومعاكي اديل. مين دي؟ مبروكه. مبروكه مين؟ خدامه هنا في البيت. انا مشفتهاش قبل كده. اصلها دايما قاعده في الدور الفوقاني. اسمك صابرين؟ ايوه. اسم غريب. ايوه. عرفت انك جيتي من الملجأ؟ ايوه. ايوه ايوه ايوه، ده رد اللي عندك؟ ايوه. عليك. وي بابا. كادو بتاعك هناك على الكنبه. ميرسي بابا. بابا. لك يا اهل؟ لا. اخوات، اصحاب، قرايب؟ رد بحاجة غير أيوة أو لأ. 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 اقعد هناك. أوبا بتاعكم سيفون. امشي اخرجي جيسي الفستان بتاعك يلا. رجلك لوحت بسببك وما بتعتذريش. انا ما عملتش حاجه عشان اعتذر. على الاقل اتجاملي الانسان اللي بيوكلك لقمه عيش. يا فندم انا بادي عمل قصاد الاجر اللي باخده. اللي عايز يحتفظ بعمله لازم يتعلم النفاق، ولا انت مش زي البشر؟ اذا كان البشر في نظرك بالشكل ده فانا مش منهم. بعيد.
انك ما بترفعيش عينك عني. قد كده انا جميل؟ بالعكس. بالعكس. متأسف. وايه اللي مش عاجبك فيا؟ ناقص عين؟ ناقص رجل؟ ناقص ودن؟ اتكلمي. دي فلتت لسان. بابي بجد بابي. امشي روح لأمينة مش عايز اشوف وشك يلا. قلت اني مش جميل في نظرك، ليه؟ اتكلمي. لاني مش شايفه المعاني اللي بتجمل الانسان. انت جريئه قوي. الصراحه ساعات بتجرح. متاسفه تاني. وايه المعاني دي اللي تقصديها؟ العطف، الحنان، المحبه، الابوه، ده الجمال الحقيقي. معنى كلامك ان مفيش حد جميل في الدنيا. حضرتك متشائم. ده الواقع اللي هتتعلميه لما تعيشي وبقالك تجارب. مربي، مهما كانت التجارب فيها قسوة أو فشل أو ألم، ده ما يجيبش أبدا إنه يوصلنا لليأس وينسي الإنسان إنه يبقى إنسان. مربي، تسمح لي أندهلك لأديل؟ لا مش دلوقتي. أفتكر إنك محتاج تقعد شوية مع بنتك. ومين قال لك إنها بنتي؟ انسى الكلام اللي قلته لك دلوقتي. تصبح على خير. يضحكوا ازاي؟ ده مراد بيه بيمر في العزبة وزمانه راجع. يا ساتر، أنا عارفة هو طول كده ليه المرة دي. هو مش متعود يقعد كتير هنا؟ أهو يا دوب يشقر ويمشي. إمتى يرحل بقى خلي الواحد يعرف ياخد نفسه؟ أنتوا بتخافوا منه كده ليه؟ ده يرعش بلد بحالها. أنا متهيألي إنه، أنا متأكدة إنه قلبه طيب. بس هو محتاج لناس تفهمه وتعرف ازاي تعامله. أكتر من اللي بنعمله ده؟ مش دي الطريقة. بيتهيألي انه محتاج لعطف الناس وحبهم اكتر من خوفهم منه واحترامهم له. تبقى ما تعرفيش حاجة عنه. يلا روح العبي. هو بيحبني يصبح؟ ده بيحبك قوي قوي قوي. اما اللي مش بيلعب معايا؟ عشان انت اللي ما بتلعبيش معاه. اصله دايما كده تريز تبوظه طويل. يبقى تروحي تضحكيه وتلعبي معاه. انا؟ ايوه يلا خدي الكوره
ويلا روحي له اجري. قلتلك مش بنتي. افرض، لكن هي معتقدة انك ابوها. كفاية ان اديتها اسمي. يبقى ده بيفرض عليك واجبات الابوة. صابرين، انا ما تعودتش واحدة زيك تناقشني. وانا ما اقدرش اشوف طفلة صغيرة تتعذب قدام. ايه الغلط اللي ممكن تعمله طفلة لواحد في قوتك ومركبي؟ بأي حق تتدخلي في تصرفاتي؟ عشان ما بقتش اعتبر نفسي غريبة عن البيت. وكمان عاوز اعرف انا بدرس لمين. قلتلك درس الحكايه دي. صابرين، انت متصوره ان ما عنديش قلب، ما عنديش رحمه؟ اتكلمي. انت اللي بترسم لنفسك الصوره دي. تفتكر ان في انسان في الدنيا عايز يكون بالشكل ده؟ طب ليه؟ ليه تعمل كده؟ أنا من 12 سنة. ما تحرجش نفسك يا مردي. أنا ما كنتش أعرف معنى القسوة اللي بتشوفيها دلوقتي في كل تصرفاتي، لكن وأنا ببتدي أحلى أيام العمر اتصدمت صدمة كبيرة. أبويا هو السبب. المهم إن الصدمة دي خلتني أبعد عن بلدي وألف الدنيا علشان أنسى. فضلت زي المجنون أدور على إنسانة تانية من أي مكان تخليني أنسى الصدمة اللي اتصدمتها. نظيف بعيد عن الفساد. وانتهت الحرب
رحت لمصر بعد غياب طويل. معايا أديل رصيد كبير من الذكريات المخجلة. أنا آسفة إذا كنت فكرتك بحاجة. خلاني احكي لك. مش هتندم انك قلت لي.
الاول كده؟ هي ما فيش غير انا سمعت صوت رجليها وبعدين سمعت ضحكتها. هي ما انتش عارف مين اللي كانت هتحرقك. انا كنت قاعده في الاوضه ما كنتش نايمه وبعدين طلعت اشوف ايه اللي جرى. لقيتها طالعه الدور الفوقاني ولقيت دخان طالع من اوضتك. شفتيها؟ ما لحقتش اشوفها بس انا عارفاها كويس قوي. وتبقى مين دي؟ هتكون مين يعني؟ طبعا مبروك. مبروكة. قولي انا عاوز اعرف حاجه واحده، انت ازاي حضرتك مقعد خدامه بالشكل ده عندك؟ حضرتك مش خايف على نفسك؟ سيب الموضوع دلوقتي. هسيبه ازاي؟ طب اذا كانت دي مجنونه مش احسن برضه تروح مستشفى المجازيب؟ احسن تعملها بعدين. بعدين هشوف الحكايه دي. طب بعدين انا خايفه بقى على نفسي. مش عايز حد يعرف حاجه عن الموضوع ده، فاهمه؟ تصبح على خير. صابرين. انت انقذتي حياتي وما اديتنيش فرصه اشكرك. اي واحده مطرحي برضو كان هتعمل كده. لكن انا ما كنتش احب ابدا اكون مديون بحياتي لحد غيرك. صابرين، اول يوم قابلتك فيه حسيت ان الانسانه اللي ظهرت فجاه هيكون لها دور كبير في حياتي. اصحابه كلهم ويسهروا للصبح. لكن ده ما قاليش. ويقول لك ليه؟ محروس هات المحيط شويه. الا قولي لي يا ست هاني. ايوه يا فندم. هي الصينيه اللي جت السنه اللي فاتت تحتيش السنه دي. خليكي في شغلك يا خد. ما اقول لك حديد انا قلب حاسس يا خضرا. يا خضرا طلع يا محروس. زي التصوير. يا سلام عليها وهي بتترقص مع الباب ولابسه المحزه. محروس. حتى دي وحشه. بتهيألي سهرة الليلة هتبقى حلوة قوي. ده يبقى من حظك لو مربي سمح لك تنزلي وتتفرجي على الحفل. هو راح فين؟ راح البندر يجيب شوية حلويات. خدي ده معاكي. قولي لي هيبقى في ستات حلوة؟ حق كلهم كوم وهيام لوحدها كوم. هيام مين؟ الصنيورة اللي كانت بتسأل عليها خضرا. جمال وحلاوة وشياكة. وبيني وبينك بيتهيألي إن مراد بيه حاطط عينه عليها. محروس اعمل لك همة. Thank you.
حبي يا حبيبنا يا مخلي الشوق نصيبنا يا حبي يا حبيبنا يا مخلي الشوق نصيبنا في الأرض والمرمان يمشعل المرمول بقالها دلوقتي 6 أشهر من يوم ما مات المرحوم الباشا هي لا غنت ولا فتحت بيان مدهش اسمحي تفضل ماتي مش دي قديم يا مراد ايوه ولسه صحت لغايه دلوقتي المدرسه بتاعتها مسؤوله عنها هي دي اللي قاعده جنبها بالظبط مدرسه خصوصي ايوه وبنتك هنا خلي بالك قوي من ايه يا مراد انت مش فاكره يا بنتي المدرسه اللي جبتها لك وانت صغيره طبعا يا ماما كانت غبيه بشكل ما استفدتش منها حاجه ابدا كفايه يا اختي كانت عماله تغازل في السكرتير بتاع الباشا هي كانت فاضيه الحاجه اعوذ بالله ما فيش اخلاق ابدا يمكن بس هي اللي كده لا خلي بالك قوي المهم انت تحط البنت في مدرسه داخليه اضمن لك هفكر في الموضوع وبعدين معاك يا ماما احنا هنقضي الليله في السيره البايخه دي مش معقول سيجاره من غير كاس ويسكي طبعا طبعا اقدر اقول لك مبروك هيا ماما ايه ما احنا قاعدين معلش طلع ليه دلوقتي
كل شوية عايزة استريح من غير ما تشوفي اللي هيحصل الساعة 12. يعني هشوف ايه اكتر من كده؟ يا ده الساعة 12 هيطفوا النور وكل واحد يختار اللي ترقص معاه. اختار مين؟ اللي ترقص معاه ويبتدوا السنة الجديدة. انا مش بعرف. لم يعد لي مكان في هذا القبر. لقد تحطم كل امالي وتحطم معها قلبي. انني احبه. واو كمان صوته كمان عينيه. كانت بتقولي بحبك. مش ممكن مش ممكن يعني ده كله مش ممكن. لا ليس لي اي حق الذي يعتبرني مجرد لعبة يتسلى بها في وقت فراغي. فلست أحتمل أن يجمعني به بيت واحد بعد الآن وهو يعطي حياته وقلبه لإنسانة أخرى إن كان له قلب يحب.
كنتش متصور تعمل كده. كان عندك عشان تسافر على طول. أنا جبت بدا مراد اللي كانت هنا. دخلة كيف كده؟ ولا حاجة ولا حاجة. بس عايز أعرف. دي تبقى مدرسة أديل. وبقيت اسمها؟ معرفوش. ما تعرفش مين أهلها؟ تسأل ليه؟ ولا حاجة ولا حاجة. أصلها تشبه لبنت واحد صاحبي. تبقى مش هي. دي بنت جت من ملجأ وملهاش أهل خالص. ملجأ إيه؟ حليم باشا حليم بيه اي حاجة اي حاجة. مش معقول. فهيم لو كشفت السر في اي لحظة هرجع في وعدي واسلمها المستشفى المجازيل. لا يا مراد مش هتكلم ابدا. سافر على السودان يوم الاربعاء زي ما قلت. حاضر. اطلع يا محروس. حاضر. في خدمة تانية أقدر أقوم بيها؟ تعالي ورايا. مش معقول. سلام، كانت ليلة جميلة جدا مش ممكن انساها. حضرتك عاوزني عشان تقولي الكلام ده؟ الحقيقة انا كنت عايز اخد رأيك في هيام. هيام؟ اللي كنت بتراقبيها طول الليل. انا؟ ايه رأيك فيها؟ ها؟ حلو. يعني تفتكري انها الزوجة اللي تصلح لي؟ تصلح لك؟ أنا تعودت منك الصراحة. وأنا بقى إيه بالنسبة لك عشان تاخد رأيي في حاجة زي دي؟ لسه ما انتش فاهمة. لا لا مش فاهمة، مش فاهمة حاجة أبدا. مالك عصبية كده؟ أنا في حاجة مضايقاكي؟ ها؟ صابرين صابرين استنى عندك انا بأمرك. لا انت ما تقدرش تأمرني. انت فاكر انك اشتريت الناس كلها وان الناس كلها عبيدة تتحكم فيهم زي ما انت عاوز، لكن لازم تعرف ان انا انسانة زيك وليا شعور زيك واحساس لازم تحافظ عليه. اذا كانت على الوظيفة انا مسؤولة.
قد كده بتكرهيني. أنا رحت الملجأ، جبت لك صورة من شهادة ميلاد صابرين. في حاجة ضايقتك؟ لا أبدا. صحيح حضرتك هتتجوز صابرين؟ وبتسألي ليه؟ أصلي شفتها بتحضر طرحة الفرح. لما أحب أقول لك حاجة هقولها لك بنفسي. أنا متأسف.
كنت بأحلم، مش ممكن اللي شفته ده يكون حلم، ده كان حقيقة، أنا شفتها بعينيا دول. شفت مين بس؟ شفت اللي كانت جاية عليا، لازم تصدقني، لازم تصدقني. لا مش مصدقك. يا خبر، طب طب تعال شوف، والطرحة دي، شوف متقطعة إزاي؟ صدقت بقى إن كان في واحدة في الأوضة. مين دي يا مراد؟ مبروكة طبعًا. لا. لا مش مبروكة والله. الحلم والخضة خلوك ما تتحققيش كويس. ابدا وحياتك مش شكل مبروكة اللي شفته. صدقني والله انا خايفة مش قادرة، كل حاجة خايفة منها. ما تخافيش يا صابرين طول ما انا جنبك. خلاص انا مش هسيبك مهما يحصل. بكرة هنتجوز. مش يوم الخميس؟ لا بكرة. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل. اتفضلي. عيش لو شفنا فرح من غير معازيم يا محروس. اللي يعيش يا ما يشوف يا خضرة. ولا تعاليب ولا صخرطة ولا مساكة. ولا حتة غزية تترقص. ملكين طمن الغوازي. يكفينا وكفيك شرهم يا خضرة. الجواز ده باطل. ليه يا حضرة؟ لأن الأستاذ مراد متزوج من بنت أختي. طب وإيه اللي يمنع؟ حاجات كتير، من الأفضل نخليها مستورة. والحل في إيد مراد بيه. إدينا أمضى على اسمه. مراد أستاذ كامل المحامي معاه مستخرج رسمي من شروط الوقفية. يمكن تحب تراجعها. وإيه علاقة الأوقاف بموضوع زواجه؟ أصل كل أملاك الأستاذ مراد والست زوجته اتعملت عليها وقفية قبل ما يورثوها. وشروط الوقفية بتنص على ان كل ايراد الاملاك يبقى من نصيب الاستاذ مراد، يتصرف فيه زي ما هو عايز، على شرط زوجته تفضل عايشه معاه وعلى ذمته. لكن لو طلقها او اتجوز عليها يضيع حقه في الايراد ويبقى من نصيب زوجته اللي بنتكلم عليها لوحدها. دي شروط غريبه جدا، لكن لازم تتنفذ، دي ليها حكم القانون. ما افتكرش ان الاستاذ مراد عاوز يخسر كل اراده. دي حاجه تختص بيا وانا مهمتي ملهاش علاقه بالوقفيه. اديني عندي بطل. ارجع لعقلك يا مراد، ما تخلينيش اقول كل اللي عندي. مفيش قوه في الارض تقدر تمنعها. الجوازه دي مش هتتم. ما توضح لنا بقى من فضلك. لان الست دي اللي عاوز يتجوزها تبقى اخت مراد. حضرتك متأكد انهم اخوات؟ دي الحقيقة. صابرين اختي بوسينة من اب واحد، هو المرحوم عدنان البصيري. في مستندات تثبت الكلام ده؟ كل المستندات موجودة هنا. Thank you.
المستندات صحيحة، لكن زوجته بوسينة موجودة على قيد الحياة؟ موجودة وعايشة معاه هنا في البيت. والأستاذ مراد كان يعلم إنهم إخوات؟ يعني كان عايز يتحايل على الشرع والقانون. كلكم بتهاجموني باسم الشرع والقانون من غير ما تعرفوا الحقيقة. تعالي معايا يا صابرين، تعالوا معايا كلكم علشان تشوفوا بعينيكم الإنسانة اللي اتفرضت عليا تكون زوجتي طول عمري، وبعدين تحكموا ضميركم. تعالوا معايا، تعالوا. دي زوجة المجنونة اللي بتتكلموا عنها. صابرين خليك هنا. حسين. اختي. Thank you.
صابرين. صابرين ليه ما بترديش؟ اتكلمي، هاجميني، صوري فيا، لكن ما تسبينيش كده. انا دلوقتي محتاج لك، محتاج لعطفك وحنانك وغفرانك. ليه ما عالجتهاش بدل ما انت سجنها ومعذبها بالشكل ده؟ اقسم لك اني حاولت كتير، الدكاتره اجمعوا ان حالتها ميؤوس منها، وتحملت العذاب لوحدي من يوم ما اتجوزتها. صابرين، عشت طول عمري وحيده، محرومه من حنان الام من الأب، وفي اليوم اللي أعرف إن ليا فيه أخت تطلع، ولاقيها مراتك. مش ممكن أعترف إنها مراتي ولا أسلم حتى بوجودها. لازم تسلم بالحقيقة. حبنا، حبنا يا صابرين، حبنا دلوقتي أصبح حرام. صابرين، انا خلاص هطلعها واتجوزك وتخسر كل حاجة. انت كفاية عليا يا صابرين. وانا يبقى شعوري ايه لما احرمك من ثروتك والحياة اللي تعودت عليها، وفي الوقت نفسه احرم اختي من جوزها؟ لازم نضحي. مش ده الحل، مش ده الحل. يبقى انت لازم تضحي بشيء من المبادئ اللي هتحرمنا من بعض. يعني ابقى عشيقتك؟ وليه بتسميها كده وهي لها اسم تاني؟ صابرين، الحب اقوى من كل شيء، اقوى من الحياة، اقوى من الموت، اقوى من القدر. انا هتحدى كل القوانين، لكن مش ممكن استغنى عنك ابدا مهما يحصل. مراد، مراد، انا هسامحك لاني بحبك وبعذرك، لكن لازم نرضى بنصيبنا. لازم يا مراد، انت بكره هتنساني، هتنساني قبل ما انساك. يعني ناوية تسيبيني؟ أيوة يا مراد. تبعدي عني وأنا محتاج لك. اتحطمي قلبي وقلبك. مراد كفاية كفاية. صابرين، أنا بحبك. صابرين بحبك. وأنا مراد مش قادرة، مش قادرة. هتستني معايا؟ لا، مفيش حاجة في الدنيا هتفرق بينا. مراد حرام عليك، حرام. طري جنبي قوليها ما تعذبينيش. مراد أحلفك بحبنا، تسيبني شوية، تسيبني أفكر. صابرين، سيبني يا مراد، سيبني أفكر. أنا حياتي كلها بين إيديك.
على فين ان شاء الله؟ على فين ان شاء الله؟ انا معايا 50 قرش، خليك على طول. طب هات. يلا يلا خلينا نشوف رزقنا. اتفضلوا يا رجاله. الشنطه الشنطه يا اسطى، الشنطه الشنطه يا اسطى، اسم اختهم؟ اسمي سامي. الله. طيب يا سامي، انت هتفضلي معانا لحد ما الاقي لك شغلك. كتر خير، والنبي اخويا طيب، وانت كمان طيبه وزي القمر. نبي بقى دلوقتي ومن بكره هنرغي مع بعض. ايه؟ تصبحي على خير.
سامية. انت بالنهار تهلكي نفسك في الشغل وبالليل تمقعي عينيكي في القراية. هعمل ايه يا زينة؟ نعمل ايه؟ نكلم بعض، نضحك مع بعض، نرغي، نجيب سير الناس. ولا تعملي زي محسن اخويا اللي واخد المسألة جد على طول وضيع شبابه ومستقبله. ما ضيع شبابي انا كمان. سيبك يا شيخة وقومي ومتعي ودانك، محدش واخد منها حاجة. هوا والشباب نجيبها من النص احلى. أظن الفونوغراف ده بيعطلك عن القراية شوية. زينب. لا لا خليك اقعدي. أظن عاوزة تسأليني لقيت لك عمل ولا لأ؟ أيوه في الحقيقة أنا مكسوفة قوي من قعدتي كده. قولي لي يا سامية. يا فندم. لو لقيت إنسان ضعيف طلب مساعدتك تقدميها له؟ طبعًا إذا كنت أقدر. حتى لو سببت لك بعض المتاعب او الكفاح او حرمتك من شيء من المتعة. اجمل متعة في الدنيا ان الانسان يكون قادر ويدي. يعني لو جات لك الفرصة انك تضحي عشان غيرك تتأخري؟ مش ممكن اتأخر اذا كانت التضحية ما تمسش الكرامة ولا الشرف. انا كنت واثق انك كده. بس انا ما عنديش حاجة عشان اقديها. عندك كتير يا سامية. عندي انا؟ ايوة. أنا راقبتك في الفترة اللي قضيتيها هنا وقدرت أفهم أنت إيه. في ناس بيعيشوا عشان نفسهم وفي ناس بيعيشوا عشان الناس. أنت من نوع ده، وعشان كده أنا طلبت أنك تسافري معايا وتكافحي معايا. أسافر معاك؟ في مناطق بعيدة في مصر زي بلاد النوبة، الواحات، صحراء سيناء، إحنا ناسينها وناسين أهلها مع انهم محتاجين للي يرعاهم وياخد بايدهم. الناس اللي عايشين هناك دول مواطنين زينا، لهم حق الحياه الكريمه اللي ربنا اردها للبشر. عشان كده انا طلبت من الوزاره انها تنقلني الواحات. النهارده جاني الرد بالموافقه، وهسافر هناك بعد اسبوع اادي واجب انا مؤمن بيه. وزينب هترضى تسافر معاك؟ زينب دي من الناس اللي عايشين لنفسهم، عشان كده هبعتها عند عمها في مصر. لكن انت اللي هتسافري معايا. انا؟ ده العمل اللي بقدمه لك. لكن انا ما اقدرش ابعد عن ما ترفضيش دعوه كريمه لغرض نبيل. وخدي اقري الكتاب ده عشان تاخدي فكره عن البلاد اللي هتروحي. استاذ محسن. لما اقري الكتاب هنكمل كلامنا. تصبحي على خير.
انت رايحه تسافر مع محسن؟ مش عارفه يا زينة. مش عارفه يعني ايه؟ بدل ما تقولي كده شوفي حل معايا نرسينه بعقله. المستقبل هنا مفتوح قدامه، وفي ايده يتجوز بنت العمده، بنت مربربه وزي القمر وبتحبه، والمصيبه انه بيحبها. طب ما بيتجوزهاش ليه؟ قال ايه؟ فاكر انها مش هتقدر تشاركه في كفاحه. كفاح ايه؟ واحد ايه؟ سحرة ايه؟ احنا هنا كمان بنكافح اهو. لا اخويا ده هيطير لي برج من. مساء الخير. خلصت الكتاب؟ ايوه خلصته. دلوقتي انا معتقد انك بقيتي مؤمنه زي بالرساله اللي حنقوم بيها. حضرتك فاهم، بس يمكن ما اقدرش اساعدك في المهمه اللي حضرتك هتقوم بيها. بالعكس، انت هتكوني اصلح زوجه تقف جنبي. زوجتك؟ ده الوضع الطبيعي اللي ممكن تسافر معايا بيه. مش ممكن، عشان سامية انت عارفة اني زاهد في اي متعة لما بعرض عليك الزواج. انا بفكر بس في الواجب اللي قدامي. استاذ محسن، حضرتك ما تعرفش حاجة عنه. انا عارف الانسان اللي قدامي. استاذ محسن، انا في حاجات عندي، يعني في اسرار في حياتي، يمكن لو عرفتها هتغير رايك فيها. انا طبعا لازم اعرف الاسرار اللي في حياتي. قوليها، كلمي يا سمير، قولي كل حاجه. واول حاجه تقوليها اسمك الحقيقي. اسمي صبرين. أستاذ محسن، حكيت لك كل حكايتي. صابرين، الناس اللي حكيت لك عنهم المأساة بتاعتهم أهم بكتير من المأساة اللي سمعتها دلوقت، ومش كتير عليهم إنك تضحي بحب مخالف للشرع والقانون، وكان يجب إنك تخجلي حتى من الإشارة إليه. صابرين، إحنا اتخلقنا للعمل مش للحب. مش عارفة أعمل إيه. الطريق مفتوح قدامك، لازم تبيعي روحك للإله اللي خلقها. إذا كانت دي إرادة ربنا، أنا هستجيب لإرادته. وجهي له قلبك وروحك ووجدانك، وهتسمعي الجواب من جوه نفسك.
أريد أن أطمئن على مراد. إن القلق يستبد بي. عزيزي محسن، سأذهب لأطمئن عليه قبل أن أتركه إلى الأبد. أرجو المعذرة وإلى اللقاء لنرحل فورا. دقيقة واحدة من فضلك. صابرين صابرين
انتم متأهلين اللي بتحكيه صابرين. بقوتي وجبروتي واديني خدت جزائي. انسى اللي فات يا مراد، هنبتدي من جديد. مش هتحس بالوحدة طول ما انا عايش. لكن انت هتتجوزي في يوم من الايام وتسيبيني، مش كده يا صابرين؟ مراد، اذا كنت عند وعدك القديم هتبقى كل حياتي. تتجوزي انسان عاجز تخدميه طول العمر. رسالتي هنا يا مراد.